أعلنت مديرية الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اندلع داخل المخازن التجارية في الكرادة بعد 3 ساعات من العمل الشاق. قال مدير عام الدفاع المدني لواء كاظم سلمان بوهان إن فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على النيران التي التهمت المخازن في مجمع المأمول التجاري، مضيفا أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق وتطويق النيران لمنع امتداد ألسنتها إلى الأبنية المجاورة والدور السكنية القريبة بعد تنفيذ عمليات الإخلاء للمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الحريق وبمشاركة 50 فرقة إطفاء وإنقاذ، مؤكدا تسجيل 3 إصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني خلال عمليات الاقتحام المباشر وسط المجمعات المحترقة. ما تكفي واحدة.